أكد الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي أن مشاركة مركز الملك حمد في مؤتمر باريس للسلام يأتي لنشر تجربة مملكة البحرين في التسامح الديني والتعايش السلمي، وأن فكرة المؤتمر ومشروعاته تتواءم مع مبادرات مملكة البحرين في هذا المجال. جاء ذلك خلال مشاركة مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين في مؤتمر باريس للسلام، والذي جاء على هامش مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شارك فيها حوالي 70 من رؤساء الدول والحكومات. وناقش المؤتمر مسألة الحوكمة العالمية وموضوع التعددية وقضايا السلام. ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أبرز المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والتجارة العالمية واليونسكو والمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات، فضلا عن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني بمختلف أطيافه. أهم المشاريع التي تحدثت عنها الأوراق أو البحوث اليوم كانت متعلقة بالجانب الأكاديمي والسياسة الأكاديمية في التعايش السلمي وغير ذلك، وطبعا كيف يمكن للجامعات أن تلعب دور في ذلك. ولكرسي جلالة الملك حمد في روما دور كبير جدا، لأنه طبعا سبقنا هذا المؤتمر بمثل هذا الكرسي منذ العام الماضي، وتم الافتتاح الرسمي قبل أشهر. فأعتقد بأننا اليوم في الحقيقة شهدنا دور إيجابي لمملكة البحرين في المشاركة. حضرنا بعض المحاضرات وبعض اللقاءات والندوات الجانبية، واستطعنا في الحقيقة أن نعكس واقع البحرين للمجتمع العالمي. مملكة البحرين تنعم بتعايش سلمي منذ مئات السنين، وإن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر وثيقة هامة جدا تسمى إعلان مملكة البحرين، تبدأ بهذه الكلمات: الجهل عدو السلام. جلالة العاهل البحريني يؤمن بشدة أن الحرية الدينية هي المفتاح لإمبراطورية شعوب العالم للعيش في تعايش سلمي، وهذا ما هو موجود بالفعل في مملكة البحرين عبر وجود مئات الكنائس والمعابد والمساجد ومن جميع الطوائف والديانات. وهنا بالطبع تحدث عن تدشين كرسي الملك حمد الأكاديمي للحوار الديني والتعايش السلمي بجامعة سابينتزا الإيطالية في روما مؤخرا، كما عن المبادرات البحرينية لا سيما تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.